النادي الاهلي كان بطوله اللي هي البطوله الافريقيه، كنت انا الحمد لله كنت متسبب ان النادي الاهلي يحصل عليه على فكره، لان كان في مباراه الاهلي وبلوزداد، كان على فكره كل اللعيبه، ودي يمكن الناس عارفه كلها تمام، اللعيبه كلها كانت رايحه المباراه ديت عارفين ان احنا خارجين من البطوله. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا وفقني وحطيت هدف ورجعنا ونافسنا ووصلنا لقبل النهائي ووصلنا وخدنا البطوله يعني. كاس السوبر نفس بس الوضع. بس انا كنت لعيب وما كنتش حاسس الاحساس ده، انا كنت معاك في الفرقه بس ما كانش عندي الاحساس. لا على فكره كان كله والله، كان مره كله كان رايح ان احنا خارجين من البطوله، انك انت بتلعب في الجزائر. بتلعب في الجزائر بس الشباب والزاد احنا كسبانه ان هو 1-0. لا 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 كان غالي، كان كنا كسبانين جون ان هو. لا كنا لازم نكسب على فكره، كنا لازم نكسب بس لو تعادلنا انت بره البطوله. ولما كسبنا صعدنا لاول مره من فتره، من فتره كبيره دي على فكره محدش فاكرها خالص. لا يعني انا الحمد لله كنت متسبب في حاجه زي كده. انت اللي جبت الجون شوطه. في انا الحمد لله على فكره انا على مدار تاريخي مع الاهلي انا حاطط حوالي اكتر من 35 جون. تمام بس